الموهبة أكيد شرط أساسي لممارسة كرة القدم، مش هتكون لاعب كرة قدم من غير ما تكون موهوب، لكن العقلية اللي تسمح بإدارة الموهبة دي وتطويرها واستغلالها بشكل جيد هو فعلاً اللي ممكن يخليك لاعب كرة قدم مميز وفي مكانة كبيرة. فعلشان تكون في حتة تانية بجد، مش شرط تبقى لاعب موهوب بس، العقلية اللي تسمح باستغلال الموهبة دي بشكل يفيد الجماعية، الاستمرارية في الأداء، التطور، الحاجات دي هي اللي فعلاً هتوديك لحتة تانية بجد. محمود عبد المنعم كهربا غاب عن الأهلي لأكتر من سنة، منهم 6 شهور بسبب الإيقاف. رجع سجل ضد سموحة وبعدها سجل ضد الزمالك في الديربي، رغم ان الاهلي كان عنده ازمة في مركز المهاجم، علشان كهربا يحسسنا ان هو اللي كان جاهز ورجله في الملعب وزمايله المهاجمين هم اللي كانوا موقوفين. يكمل التألق ويكون بطل عودة الاهلي في دوري ابطال افريقيا بهاتريك في القطن الكاميروني وجول في الهلال السوداني، يشارك في السوبر كبديل وبعد دقايق يقدر بتحرك ذكي انه يحط احمد سامي في ظهره ويغلطه وياخد ضربة جزاء. علشان توصل مساهمات كهربا اللي ما بدأش الموسم مع الاهلي بسبب الايقاف ل10 اهداف سجلهم وصنع 3 في 18 ماتش، يعني مساهمات كهربا بالتسجيل والصناعة وصلت ل72% من الماتشات اللي شارك فيها مع الاهلي، نسبة ما وصلهاش اي لاعب تاني في الخط الهجومي للاهلي في نفس الفترة. لاعب ذكي جوه الملعب، عارف اساسيات مركزه كويس وايه المطلوب منه، بيقدر يحط نفسه في مواقف تساعده على التسجيل، علشان كده تقدر تعتمد عليه في اي مركز هجومي، ودي اساسيات ناقصة لعيبة كتيرة غيره. كهربا مثال للجناح المتقاس الصح، من الواضح ان ما فوتش ولا تدريب تحت ايد مدرب عارف كويس جدا ايه اللي مفروض يعلمه للناشئين في سن كهربا، بس للأسف بره الملعب اللي تعلمه ما كانش كفاية، وده ساهم في ان كهربا يتأخر كتير، او بمعنى ادق كهربا اخر نفسه كتير. وللأسباب الفنية دي كان اول تعليق لجوزفالدو فيريرا لما وصل مصر لاول مرة لتدريب الزمالك وشاف ماتش الزمالك وانبي، ليه كهربا المتألق ده مش موجود في فريق؟ وفعلا ضمه في نهاية الموسم. تعليقات مماثلة من هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ليه كهربا بالإمكانيات دي ما عندوش نفس القدرات البدنية لصلاح؟ بدري رجب واحد من أهم مدربي الناشئين في الكرة المصرية ومكتشف كهربا، بيحكي عن إن كهربا كان مثير للمشاكل من صغره، وإن إمكانياته وقدراته وموهبته هي اللي كانت بتنقذه كل مرة من العقاب. فبيحكي لما كان ناشئين الأهلي في رحلة في أوروبا وكهربا غلط وقرر إنه يعاقبه بإنه يقطع عنه المصروف، كهربا كان بيخلص التمرين وياخد الكرة ويستعرض مهاراته في الشارع وبيلم فلوس اكتر من المصروف المقطوع عنه. كارلوس برينجر مدرب لوتزرن بيحكي في 2014 ان عقلية كهربا هي سبب فسخ العقد معاه، وده لان كهربا صدق نفسه وفكر انه هو عنده 19 سنة بس اكبر من النادي، ففقد اعصابه ورفض مصافحة الكسندر فري المدير الرياضي للنادي. فكانت النتيجة ان مشوار كهربا المبشر جدا مع لوتزرن واللي ساهم فيه بـ8 اهداف في 19 ماتش انتهى بسرعة، واتقفل عليه الباب اللي كان فتحه تألق محمد صلاح في سويسرا. فيريرا اللي أصر على ضم كهربا للزمالك كان هو نفسه ضحية رغبة كهربا في تنفيذ ضربة الجزاء ضد الأهلي في سوبر 2015، وكانت النتيجة إن كهربا ضيع ضربة الجزاء، الزمالك خسر، رئيس الزمالك اتهم فيريرا بالفشل. موسيماني اللي كان عنده رغبة في تكرار تجربة لعبه السابق زواني مع سان داونز بإنه يعتمد على كهربا في مركز الجناح القريب دايما من المرمى واللي موجود في مراكز تساعده على صناعة الخطورة والتسجيل، كهربا دخل في صدام معاه، رفض مصافحته، وكانت النتيجة ان كهربا يقعد على الدكة وبعد كده يخرج معار. تتخيل ان كهربا ساهم في 151 جول خلال 303 ماتش لعبهم خلال مسيرته؟ فالاكيد ان كهربا هيزعل قوي لما يشوف عدد الاهداف اللي سجلها الكبير جدا مقارنة بعدد الماتشات القليل جدا اللي لعبه طوال مسيرته بعد اعتزاله.
في الحتة التانية بقى، بيب جوارديولا بيقول إن هالاند سفاح مانشستر سيتي بالإضافة لموهبته الكبيرة اللي ساعدته على تحقيق الأرقام القياسية اللي احنا شايفينها، هو كمان بيتمتع بعقلية تسمح له إنه يستغل الموهبة دي في تحقيق الأرقام القياسية وما يتأثرش بالضغوط، وده اللي ساعده على تحقيق رقم قياسي في عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي، لأنه عارف إنه لما هيضيع فرصة هتجيله واحدة تانية، فلازم يبقى مستعد وجاهز انه يستغلها في المرة التانية. كلام ممكن يقوله مارسيل كولر مدرب الاهلي عن كهربا دلوقتي، بس المشكلة هنا ان هالاند لسه عنده 22 سنة وكهربا وصل ل 29 سنة. لو رجعنا لسنة 2019 هنفتكر لما محمد صلاح اتكلم عن موضوع العقلية ده، وقال ان في مصر محدش بيهتم انه ينمي عقلية اللعيبة، وما خرجش نفسه من الحسبة، وقال ان ده ممكن يكون اكتسبه من مسيرته الاحترافية، وساعده ده طبعا انه احترف في سن صغير. ولما تيجي تبص على مسيرة محمد صلاح هتلاقي انه في طريقه للمجد اتغلب على كل المشاكل اللي انهت مسيرة احترافية للعديد من المصريين قبله. تغيير المدرب في بازل وعدم اعتماد المدرب الجديد عليه بشكل اساسي في البداية، احترافه في الدوري الانجليزي وقعدته على الدكة وبعد كده اعارته لفيورنتينا، رجوعه للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول لحد ما بقى أسطورة للنادي. فحتى لو كان صلاح أحرف لعيب في الكرة المصرية أو حتى أسرع لعيب في تاريخ الكرة المصرية أو أحسن فينيشر في تاريخ الكرة المصرية، كل ده ما كانش هيضمن له إن هو يحقق النجاح في مسيرته الاحترافية. فكهربا ما كانش الأول ولا هيكون الأخير، ميدو، حسام غالي، عمرو زكي وقبلهم إبراهيم سعيد كلهم وقعوا في مشاكل في مسيرتهم الاحترافية بسبب أخطاء ملهاش علاقة بقدراتهم الفنية، وفي لعيبة غيرهم ممكن حتى يكونوا أحسن منهم على المستوى الفني لكن ما بنسمعش عنهم أصلاً ولا بيوصلوا لحاجة. في بلد زي مصر تعدادها فوق 100 مليون، ما اعتقدش ان هيبقى في مشكله في نظره المواهب، خصوصا ان اللعبه الشعبيه الاولى هي كره القدم. فاحنا مش محتاجين برنامج لاكتشاف المواهب، المشكله الحقيقيه في طريقه اداره المواهب دي وتطويرها علشان نعرف نستفيد منها. سهل جدا تبقى ماشي في الشارع وتقابل مواهب كتيره في اي حجز كوره، بس النادر فعلا ان انت تلاقي ناس يقدروا يشتغلوا مع المواهب دي، يقدروا يطوروهم فنيا وبدنيا وذهنيا ويوصلوا بيهم لحتت بعيده، ولما يبقى في فرصه لتطوير هم بره او جوه ما يبقاش فيه احتكار للمواهب. قارن معدل اعمار اللعيبه النجوم في العالم ومعدل اعمار اللعيبه الصاعده في الدوري المصري. خوان مانيلو المساعد السابق لبيب جوارديولا كان كتب مقال خلال فتره كاس العالم عن التاثير الزائد للمدربين على اللعبه واللي ساهم في قله عدد اللاعبين الاستثنائيين في كره القدم في الوقت الحالي، بس للاسف هنا ما بيظهرش لعيبه استثنائيه ولا حتى لعيبه بتنفذ افكار المدربين بزياده. دايما هتلاقي فيه خلل، يا اما لعيب موهوب بس عقليته بتسوحه، يا اما لعيب ممكن يكون قادر ان هو يكمل لفترات طويله في الملعب بس مش موهوب كفايه. للاسف دايما عندنا خلل، ومش شرط يكون الخلل ده لمستوى فني، ومش شرط دايما يكون اللعيب مش موهوب، ممكن يكون اللعيب موهوب بس ما يلاقيش اللي ينصحه واللي يساعده على تطوير موهبته، وهي دي الحاجه اللي لازم نهتم بيها فعليا لو عايزين نروح لحته تانيه بجد.